طول بس حاضر يا باشا. يلا تعال تعال يلا يا محمد. طب يلا بس التلفزيون بس انا عارف. طيب انا هو كلمني انا هو كلمني انا ما شويه ان شاء الله هو كلمني وانا ان شاء الله انا مع الاستاذ ممدوح اهو اشوف هو تقريبا طلع الملف يعني طلع الملف خلاص مش هنحتاج ان اصوره اصوره منه هو لو ما كانش بكره هروح على السكان العسكريه الشمس الله يرحمه.
الله يرضى عليك. برضه شوف مجد بنقل في الشمس. احنا بنستعد على الصبح على مجد. انتوا جايبين الكرسي ليه؟ هو سوى قرش. هيطلع ازاي دي اللي جابها؟ ماشي شوف محمود عايخ نايف. رجعوا تاني هنا رجعوا هنا الاول. يلا حبيبي. اشرف الكل خلاص. حط جنب العالم بره. جنب بس. أتوجه للشيخ أسواني لأين؟ لمكتب النائب العام بشكره النائب العام المساعد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عادل سعيد شكر والمستشار هشام الدرندالي ومحمد عامر شؤون رعاية المسجدين صراحة أنا جهد مشكور في الانهاء السريع لخروج محمد اسواني من داخل السجن. المتاخر منذ سنين يعني. المتاخر اصلا هذا الافراج يتم منذ عده سنوات يعني. لكن هم النظام حبيب العدل المجرم تعمد يعني استمراره داخل السجن. فيعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى. ده واجب نحن نشكرهم لانهم صراحه يعني قاموا بجهد واستخدموا صلاحياتهم في مساله خروجهم بسرعه لان التقرير الطبي الشرعي برضه كان رغم اثباته الامراض كان جه سيء لكن هم صراحه النائب العام بكل شجاعه اتخذ قراره بحسم يعني هو النائب العام مساعد محمد عادل واجب شكرهم. وهل سأسف توجه الى وزير الداخليه؟ واشكر السيد اللواء منصور عصمي الشكر صراحه يعني هو راجل منذ ان قابلته وحدثت موضوع الاسوان قال الاسوان هيخرج ان شاء الله هيخرج يعني ده وعدني ونفذ وعده يعني. لا كان في تقرير طبي شرعي بالافراج الصحي عنه من كم سنة؟ سنتين. خلاص عشان الدولة دي